كنت بتتكلم دلوقتي عن الاختلافات ما بين حماده صدقي وما بين تياتريس كارتيرون وما بين تاكيجي اونياس ومدارس مختلفه. هو كون ان المدرب عنده مدرسه بينتمي ليها ده يميزه عن المدرب التاني؟ يعني مثلا هو اليكس فيرغسون ملوش مدرسه تدريبيه، يعني مدرسه واضحه بينتمي ليها ومتحيز تماما ليها زي بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو لو انت قارنت ما بين الاثنين، ومع ذلك قد يصنفه البعض المدرب الانجح في التاريخ نظرا لاستمراريته في النجاح مش لكثره انجازاته مقارنه مثلا بمورينيو او سيميوني او بيب جوارديولا. فهل كون ان هو بس عنده مدرسه بينتمي ليها بغض النظر هو بيعرف يعملها ولا لا؟ يبقى مثلا في زيمن في ايطاليا لو تعرفوا، زيمن مدرب طبعا تشيكي كان بيدرب روما وكان على طول بيخلي السنترة يوقف ال11 لاعب على السنتر، بس بعدين بيعمل ايه؟ ما هو بيخسر. فهو الانتماء لمدرسه معينه ده ما اعتقدش ان هو بيميزك. لا طبعا طبعا، ما انا بقول هو احنا بس بتصنفه الجيم موديل بتاعته ايه، لكن برضو لا السير اليكس فيرغسون تقدر تقول ان هو راجل عنده جيم موديل هجومي، وبرضو الكره اختلفت من دلوقتي الاول، يعني كان هو 4-4-2 واثنين سترايكر او يعني او 4 بعد كده ممكن 4-2-3، بس هو كان اكتر 4-4-2 لحد اخر اخر كام موسم بس اللي بدا يغير. لكن ده راجل مصنفه كورته هجوميه، ممكن تبقى كره هجوميه باللعب شويه المباشر بالاعتماد على الكورس. برضه خلي بالك الكوره اخر 10 مواسم اتغيرت تماما. طب زي تماماً. ما كل اتغير كل 10 سنين بالزبط. يعني يبقى في، لكن هنقدر نصنفه، لا ليه تصنيف طبعا. التصنيف مش معناه النجاح، لكن مبدئيا ان انا اقدر اقيمك ان انت اقدر اصنفك انت ايه. لكن انت في مدربين مثلا ممكن تتفرج عليهم ما تعرفش هو مدرب هجومي ولا دفاعي ولا هو عايز ايه ولا 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 ملوش جيم موديل، ما تقدرش اصلا تقيمه تصنفه عشان تقيمه في المرحله اللي بعدها. زي ما قلنا مورينيو وجوارديولا ده تقدر، ده ليه جيم موديل وده ليه جيم موديل، ده ناجح بالظبط وده ناجح، بس ممكن يكون انا بالنسبه لي جوارديولا انجح او ناجح قوي. ممكن يكون ماي برضو في حته برضو مش عايزين نغفلها، ان الناس الكوره برضو دي سلعه ترفيهيه تعتبر، صح؟ بتتسوق على كده، انا بدفع تيكت عشان اروح اتفرج عشان اتبسط في التلفزيون، بقعد عشان اتبسط، فبرضو حته المتعه مش عايزين نغفلها. بس خلي بالك ما هو في ناس، يعني انا مثلا بحب اشجع ايطاليا، يعني انا كنت بزهق من برشلونه مع بيب جوارديولا وهما بكوره معاهم على طول، ده ممتع مش ممتع بالنسبه لي. يعني انا بستمتع كنت باداء مورينيو مع انتر الدفاعي والروح اكتر ما بستمتع من جوارديولا مع برشلونه اللي هو الجماليات. بسال السؤال ده ليه اصلا، بقول التعليق ده ليه؟ عشان دايما تصنيف ان هو ايه، احنا عايزين نرجع الكوره الحلوه لمنتخب مصر، وكان هو الاساس ان انا عايز العب كوره حلوه مش ان انا عايز انجح. بس هو انا برضو اسف، يعني احنا يعني امتى في مصر لعبنا كره حلوه غير مع كابتن حسن شحاته بس كده؟ وانا اسف برضو ان كانت بالصدفه، يعني ما كانش لها تخطيط، يعني ما حدش اتاسس على الكره الحلوه دي. ممكن صدفه ان هو كان هو مدربهم كابتن حسن شحاته، راجل بيحب الكره الهجوميه، هو من نفسه كده حد كده فرد بيحب الكره الهجوميه، معاه لعيبه عندها كواليتي عاليه، زيدان ابو تريك لعيبه، كان حازم امام قبلهم بشويه معاهم احمد، يعني لعيبه عندها قدرات فرديه، احمد عبد الملك، لعيبه كتير عندهم المهارات الفرديه. لكن برضه ما تقدرش تقول ان الفتره دي منتخب مصر كان بيلعب كره جوارديولا مثلا، اللي هي لعبه موضوعي ان احنا متمركزين والكره بتدور بيننا، لا هو كان كل لعيب ممكن يبقى عنده حل فردي، حاجه حلول فرديه اتحطت كلها اتشبكت مع بعضها. رغم كده احنا مش كل الماتشات كنا متفوقين فيها على المنافسين، لو رجعت لبطوله 2010 احنا كل الماتشات احنا مش 2006 حتى اللي في مصر، احنا كل الماتشات مش احنا الاحسن، عشان المفروض انت تبقى الاوقع مش تبقى الاحسن. انا معاك 100%، بس انا اللي اقصده ان احنا عايزين الاول لازم المدرب اللي ببقى جايبه ما اكتشفوش هو شغال معايا، ابقى انا اصلا جاي انا عارف هو تصنيفه ايه. ايوه بالاول متصنف انا عايز ايه في مصر، عايز العب كره هجوميه، اجيب بقى الناس المصنفه في الكره الهجوميه دي، اجيب بقى الناس اللي ناجحه اللي قادره تعملها. مش مجرد ان هو تصنيفه مدرب هجومي، ومدرب هجومي برضه ليها كذا تصنيف، ليها الجيم موديل بتاعته ايه، استحواذ ولا لعب مباشر. فايلر ده راجل هجومي ولا مش هجومي؟ حقق حاجه قويه جدا مع النادي الاهلي، هو اللي طلب يمشي، هو اللي مشي، بس لعبه مباشر. يعني راجل اوقات كتير جدا بيعتمد على 4-4-2، فبيعتمد على اللعب المباشر، مش شرط يبني، ما كانش بيبني مع النادي الاهلي، مش بيبدا بيلد اب ولا بتاع، بيبدا من نص ملعب تاني. ده راجل مدرب هجومي، لكن تصنيفه مش جمالي قوي. مثلا موسيماني في بداياته مع الاهلي كان حاول مدرب هجومي، بس كان بيحاول يعملها بالبيلد اب، بعد كده ما بانلوش ان هو عنده هويه او عنده جيم موديل ثابت. حتى غير بعد كده بدا 4-2-3-1، بعد كده 4-3-3، بعد كده 3-4-3، رجع 4-2-3-1 تاني، فما كانش متمسك بحاجه. انا بالنسبه لي مش متصنف قوي يعني، لكن حته ان احنا نختار الكره المصريه انهي شكل لازم كله يمشي عليه. ما ينفعش اجيب بقى مدرب المنتخب الاول
جيم موديل بتاعته بتاع استحواذ واجيب اللي تحته راجل جيم موديل دفاعي. الاول هل احنا عندنا حد بيعرف يقيم الكلام ده؟ ما هو انا بقى عايزك تعلق لي على الترتيب ده، ان انت تجيب هكتور كوبر اله الكره الدفاعيه طبعا. انت بقى مستني منه كره حلوه ازاي؟ وبعدين تمشيه فتجيب مين؟ فتجيب خافير اجيري علشان السكسي فوتبول. فاللي هو طب انت محتاج، انت ايه مدرستك؟ ايوه انت عايز تجيب على اساس ايه؟ صح. وفي نفس الوقت ده تلاقي مثلا كابتن شوقي غريب بيلعب 5-3-2 او 3-4-3 مثلا بشكلها الدفاعي مع المنتخب الاولمبي. فانت طبعا كده الدنيا مش، انت مش عارف انت عايز ايه. كيروش هو راجل احنا بنفكر نجيبه تاني، هو راجل كورته دفاعيه بحته برضه، راجل بتاع تحولات وكاونتر اتاك. انت مستني، هو مش قصه ان هو يحفظ اللعيبه او ياخد وقته، هو لو قعد 30 سنه هي دي طريقته ممكن يكسب بيها، ممكن يجيب لك بطولات بيها، وارد يقدر يعمل طبعًا. كده وارد، لكن عملها قبل كده مع ناس كتير. عمره ما يلعب كره حلوه، عمره مش هيلعب كره ممتعه.